السلام عليكم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہولی قرآن ریسیٹیشن۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 18 کی قرأت کی آئی ہوں۔ ویورز، سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 18 میں آیت نمبر 145 سے لے کے آیت نمبر 150 تک آیات ہیں۔ اس سے پہلے ویورز، میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے اور سبسکرائب کر لے، اور ساتھ میں لگی بیل کی گھن کو کلک کر لے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئی ویورز، مل کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 18 کی قرأت سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
صدق الله العظيم.